بعد حملات الغزو التي تعرضت لها المنطقة من قبل أعداء الله الصليبيين، قسم الكفار المحتلون بلاد المسلمين، فصار صدى إرهابنا يضرب المرتدين من الرمثة إلى العقبة. أيها الأسد الرابضة في الأردن، ويا إخوة المنهج والعقيدة، وإننا ماضون على درب الزرقاوي والشامي. لم يكن مصليا ولا صائما، كان شاردا، كان بعيد كل البعد عن الدين. كنا نعاني من التعامل معه أمام الناس، التعامل مع الناس والمشاكل. هؤلاء تنصلوا من عشائرهم، والعشائر تنصلت من هؤلاء. العشائر دون تتنصل من مثل هذه الأفعال، وتابع على أن العشائر هي عشائر كريمة.